كيك بطيش في ويل ديال انا فقدت كان روحي كي طلع فيا الحمايه مش بزاف. التوقيت 6 متاع الصباح، المكان جبل جود بتونس العاصمة، وتحديدا على مستوى تقاطع السكة الحديدية والطريقة الوطنية رقم 1 بمنطقة سيدي فتح الله. الحدث قطار القلعة الخصبة يصطدم بحافلة من نوع زينة وعزيزة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل وقسمها في 2، والحصيلة أكثر من 50 جريح وخمسة قتلى من بينهم عون أمن وزوز ضباط في الجيش الوطني. ورضيع ما زالت كيف احتفلت ليلة البارح بعيد ميلادها الأول. عام توجنا الخبر ماتت عليها هكا البارح عيد ميلادها في الحالة بهم عمرها 42 سنة ما صدقش البنت عارفة كار تجري تران جاي يجري كاو صار لك ما ثماش حتى سكوريتي ما ثم حتى شيء. بعد الحادث كنا على عين المكان وحالة احتقان عند المتساكنين اللي أكدوا أنه كل العوامل ستؤدي إلى كارثة. سي نورمالي كاتاستروف جيرة وتلقى لا عساس ولا تلقى البريارة هابطة واحدة مكسرة والأخرى معلولة الضو مقصوص وسيد الوالي ما في باله الضو ما فماش تبدأ تزقزق يمين يسار يمين يسار جوس باش تبدأ الحفر تنسى اللي فما تمام بالحق. اتحولت للمسؤولين متاع لسان سيفتي عاودت نفس التنبيه ما عنديش روح حتى ثلاثية عاودت نفس التنبيه أرجوكم راهو المكان خطير نتعدوا منه الكل حتى لين صارت الكارثة. مسؤولي الجهة ومسؤولي الشركات كانوا حاضرين بعد الحادث أما كل حد فيهم يطيش في الكرة الآخر. احنا رانا كشيمينو كشركة ما عنا فيها حتى دخل صحيح عنا مشكلة في الباريريت لكن هذه كم الماء معناتها حاجة من عند ربي. حافلة في حالة جيدة السائق اللي يعمل في خط ضايع تقريبا يوميا يعمل في خط ضايع بصفة مستمرة يخدم في خط معنا 140 نابل تونس نبتونس يعني الطريق مش غريب عليه. رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي تحول رفقة سميرة مرعي وزيرة الصحة وأنيسة غديرة وزير النقل إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس اللي استقبل 38 جريح. حوادث هذه ما حقاش معناها تتكرر ليش لأنها من متاع القرن الفاضي شنو معناها الوحدة ما تمشيش اللوحة الحاجز هذا ممكن ما تمشيش نحط واحد في بقعتها وهذا مش معقول يقولوا الراجل يجي كان في 7 يجب يكون غادي وقت اللي ثم ترينو وقت اللي ثم الخطر. مش أول مرة الحواجز المعطلة تتسبب في حادث أليم. أنيسة غديرة وزير النقل يوضح هي راهو هذه مشكلة في الحاجز في العديد من الحواجز اللي قاعدين يشهدوا عملية تخريب ممنهجة تقريبا عملية السرقة متاع نقولوا احنا النحاس اللي موجود في التجهيزات هذه قاعدة تصير واحنا قاعدين دائما في عملية زينة معناتها متواصلة للتجهيزات هذه. كنا قد أشرنا في تقارير صحفية سابقة أن حصيلة حوادث التقاطعات في السنوات الأخيرة تعدى كل الخطوط الحمراء وين القاو 100 حادث سنويا 50% منهم في تقاطع الطرقات مع السكة الحديدية. الفحص 16 جوان 2015 19 قتيل و50 جريح بعد اصطدام قطار قعفور بشاحنة ثقيلة. في نفس السنة جابس اللي عرفت 30 حادث تصادم أسفرت عن مقتل 17 شخص. تونس الكبرى وبعد عديد الحوادث أسفرت عن مقتل 59 شخص وإصابة 180 جريح. ارتفاع نسب الحوادث يفتح تساؤل حول مدى تطبيق شروط السلامة اللي نص عليها القانون. جدير بالذكر أن تركيز حواجز في 250 تقاطع فقط من جملة 1126 تقاطع رسمي 60% منها تتضمن إشارات صوتية وضوئية أما البقية لهم ربي.